تصور معي يعني ما قال له يا رب زدني مالا وبنينا وصحبا، ها رب زدني علما، شيء عجيب سبحان الله. لهذا قال بعض العلماء ما تقرب أحد إلى الله بمثل العلم. إبليس أول ما يزل الناس يزلهم بالجهل. طيب وإذا علموا كيف يزلهم؟ بإشغالهم عنه وإغفالهم عنه وإنسائهم إياه، فنسي ولم نجد له عزما. شفت كيف؟ لهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى إن الذين آمنوا لا يقال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مبصرون أي مدركون لعلمهم فيعملون وفقه ويتوبون.